السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن المهدي المنتظر، وعنوان الحلقة التحدي الأكبر لكل القرآنيين ومنكري سنة النبي الأمين المصطفى حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بتحداهم تحدي، هذول اللي عندهم كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. أنا بقول أعوذ بالله السميع البصير، أعوذ بالله السميع البصير من كل متكبر جبار. أحباب الله، أصعب أن يكون التحدي. أنا ما بدي كل أحاديث الرسول بدي أحطهم على جنب، بس على شرط واحد، أنتوا اللي بتتفلسفوا ومتنكروا السنة عشان مش عاجبكم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لقيتوا فيها كم من حديث ما عجبكم، أو أنتوا بتعملوا حالكم بتحاموا عن كتاب الله وعن القرآن الكريم، بدي منكم تجيبوني الصلوات الخمسين من القرآن الكريم، عدد ركعاتها وأوقاتها وكيفية صلاتها، كيفية السجود والركوع، وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد والشكر، وما نتلو من القرآن وإحنا واقفين بالصلاة وإحنا ساجدين شو بنحكي، وبعد التشهد أو قبل التشهد والصلاة الإبراهيمية والسلام. جيبوا لي إياه من القرآن الكريم، جيبوا لي صلاة الاستسقاء من القرآن، صلاة الجنازة من القرآن، صلاة التسابيح من القرآن، جيبوا لي صلاة الكسوف، جيبوا لي صلاتين العيدين وكيفيتهم من القرآن، صلاة الاستخارة من القرآن الكريم، جيبوا لي طريقة الحج وكيف بنحج من أول، كيف بنيجي على الحج، بنيجي بنسوي طواف القدوم ثم طواف الإقامة الإفاضة ثم طواف الوداع، وليس سبع مرات، والأشواط بين الصفا والمروة ليس سبع مرات. جيبوا لي من القرآن، جيبوا لي رجم الجمار اللي هي أول رجم أكبر سبع مرات، سبع حجار، بعدين كل يوم 21 حجر من أيام التشريق الثلاثي اللي بصيروا عددهم 70 حجر، جيبوا لي إياهم من القرآن الكريم. جيبوا لي كيف بنبول، وإن الواحد بدخل النار إذا ما تنزه من البول، وإنه لا يجوز أن يبول هو واقف، من القرآن الكريم. جيبوا لي الزكاة ونسبة الزكاة بالمال وبالذهب وبالحلال وبالزراعة، جيبوا لي شو الحلال والحرام، جيبوا لي كيف إنه الدجاج، الدجاج وديك الحبش والحمام والطيور هاي المسموح ناكلها مأكولة والموجودة في القرآن الكريم، وجيبوا لي أنا الأرانب وباقي الحيوانات اللي مش مذكورة بنسمح لنا ناكلهم ناكلهم، جيبوا لي الميتتين اللي مسموح ناكلهم، الجراد والميت في البحر. يا أحباب الله، جيبوا لي الزواج كامل من أول إلى آخر، الإشهار بالزواج، المهر، كمية المهر، شو بدي أحكي لكم، جيبوا لي أذكار السماء المساء والصباح، كيف بدي أسبح أنا؟ طب ما هم شو البقيات الصالحات؟ كيف شو حق المؤمن على المؤمن أو المسلم على المسلم؟ وين المسلم ليس بالسباب ولا اللعان؟ شو بدي احكي معاكم؟ نص مليون شيء، اقسم بالله لو تركنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما بنعرف ديننا ابدا. انتم المتكبرين بتقولوا ما بنقبل الا من القرآن، جيبوا لنا كل هالشغلات هاي والله لنترك السنة كلها، بس والله ما بتستطيعوا. 26 سنة ما بدرس القرآن الكريم، دورت على الصلاة لحد الآن يا أحباب الله والله ما نعرف كيفيتها. اللي عنده علم منكم أنتم يا القرآنيين
ويا المتكبرين عن السنة أو تنكروا السنة بحجة الدفاع عن القرآن، إنه إجا الرسول صلى الله عليه وسلم بس القرآن، الوحي اللي يوحى والقرآن فقط لا غير. أنا بقول والله سمعت وأطعت، وما بتأخذ من العزة بالإثم، بتجيبوا لنا بديل. هسا الصلاة كل صلاتنا مزورة يا أحباب الله. مصر والأردن والسعودية والخليج العربي وبالمغرب والجزائر وتونس وأندونيسيا وماليزيا وبالهند وحتى كل بلاد الغرب كلهم بصلوا نفس الصلاة. انس الشيعة، احنا بنحكي عن أهل السنة، صلاتهم واحدة. معقولة؟ طب لو واحد زور الصلاة كان بتلاقي اختلاف بالصلاة بين الناس. طب هذا واحد زور الصلاة، طب وين المسلمين ما سكتوا عنه؟ معقول جيل كامل كله كذاب وزور الصلاة؟ احكوا شيء لتدخل العقل. احنا الله اعطانا عقل وبنعرف. قلت لكم احباب الله، انا ما باخذ كل الاحاديث كما خلص منزله زي القران الكريم. انا مش كل واحد بقدر يسويها، ها بحكي لكم اياها، مش كل واحد يسويها. واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اللي بيقدروا يستنبطوا الاحكام من القران الكريم وبيعرف انه هذا الحديث موافق لكتاب الله ويطابق كتاب الله، وهذا الحديث مخالف لكتاب الله. هيك هاي بالنسبة لنا احنا نقدر نعرف ان هذا الحديث صحيح ولا غير صحيح، حتى لو صحيح البخاري او غير صحيح البخاري. حتى علماء الكبار اجوا علماء اجداد وصححوا احاديث ضعيفة زي الالباني رحمة الله عليه، وفي احاديث كانت صحيحة ضعفها الالباني. يعني باب الاجتهاد موجود عندك انت، علم الرجال البخاري، وعندك انت النصوص. خذ النص وطلع على يطابق القرآن الكريم ولا ما بطابقه. يعني مثلا الحديث، انا جبت احاديث كثيرة واثبتها، طلعوا على قناتي، جبت احاديث كثيرة من احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام واثبتها انها موافقة لكتاب الله، ومرات بنفس المستوى ونفس الحرف. يعني من احق الناس يا رسول الله بصحبتي بصحبتي؟ قال امك ثم أمك ثم أمك ثم أبك. الآية تقول وصينا الإنسان بوالديه، يعني الأب له حصة والأم وصية والأب وصية. بعدين ذكر حملته أمه وهنا، هي وصية ثانية للأم على وهن، هي كمان مرة. إذا الأم ثلاث مرات والأب مرة، هي حديث أثبت. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان حكى للمؤمنين تأخذ مرجعك، قول الله بسمك اللهم وضعت نفسي، بسمك اللهم، بسمك اللهم وضعت جنبي بك ارفعه، وان امسكت نفسي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا الحديث يطابق هذه الايه، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. هاي الحديث مطابقة. إذا أنا أنكر الأحاديث اللي بتوافق القرآن الكريم، وأقول كل الأحاديث الرسول نهى، الرسول نهى كتابة الأحاديث وأن القرآن بينزل، بس بعد ما اكتمل القرآن الكريم. أجيب لكم دليل شو سوى سيدنا عمر بن الخطاب. الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة رمضان اللي هي بعد صلاة المغرب اللي صلاة تراويح، خرج على المسجد يصلي، لحقوه كم من واحد. ثاني يوم رايح يصلي زاد الناس، ثالث يوم كان بتتعبى المسجد، رابع يوم ما صلاهاش في المسجد. فسألوه يا رسول الله يعني صليت أول يوم وثاني يوم ثالث يوم بعدين بطل صلاة، حكى خفت الله يسجلها عليكم، يعني اكتبها عليكم. بعد ما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجع سنة النبي هاي صلاة التراويح في المسجد، رجعها لأنه الله لن يكتبها، خلاص الرسول توفى لن يتغير الدين، بس عرف أنه أجرها في المسجد في صلاة في رمضان أكثر من أجرها في البيت. هي الصلاة الوحيدة السنة اللي أجرها في المسجد أكثر من الأجر في البيت اللي صلاة التراويح. عشان هيك لما سيدنا عمر أمر بصلاة التراويح في المسجد،
لأنه عرف لن تكتب. فهمت علي يا أحباب الله؟ وهذا التحدي العظيم أكثر من أي كلام أحد يحكي لي يقول لي صحيح البخاري وصحيح مسلم وأنت بتدافع عن القرآن. لا، أنا أكثر واحد بدافع عن القرآن. أنا عندي 1800 شريط، منهم 1700 شريط أو 1500 شريط قول لهم قال الله قال الله قال الله قال الله، والباقي تفسير أحلام، وبرضه بتفسير الأحلام قال الله. وأنتم تعرفوا أحبابي أنا مميز عن جميع الناس، كل موضوع بجيبه وأحكي فيه بقول قال الله قال الله، ممكن أستشهد بحديث أو حديثين، ومرات أستشهد بأي حديث إلا إذا كنت بحاجة له. صح ولا لا أحباب الله؟ فاللي عنده يجيب لنا التحدي اللي تحديت أنا وياه، قلت له جيب لنا الصلوات واللي ذكرته في الشريط، أنا مستعد ألغي الكتب كلياتها، بس إذا ما في اسكتوا. أنت حر في مبدأك، بتخش تأمن في الأحاديث تأمنش، بس لا تأمر الناس إنه إنك أنت على حق وهم على باطل، لا أنت على باطل. لأنه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لكم آيات لتبين لهم ما أنزل إليهم. إن أنزلنا إليك الكتاب هيها آية قرآنية واضحة، وهذا اللي بده يتبع القرآن بقول لك أنا مؤمن في القرآن الكريم، ما بحق له تأخذ القرآن آية من هون وتترك الآيات الباقية، ما بيجوز. تترك القرآن كامل، صح ولا لا أحباب الله؟ أيوة. سورة النحل 44، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني مين اللي ببيننا اللي أنزل إلينا؟ اللي أنزل إلينا القرآن. مين اللي تبيننا إياه؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تبيننا إياه؟ بالقرآن؟ لا، بالأحاديث، لأنه هو اللي فهم القرآن. إحنا عقلنا مهما كان كبير مش راح نستوعب علم الرسول عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سورة النحل 64، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. شنو دليل أكثر من هيك؟ اللهم أني قد بلغت، اللهم فشل. فبعد اليوم أي واحد بنكر الأحاديث بنكر السنة هو حر. اللهم إني مؤمن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتطابق القرآن الكريم، وهي طريقتي في حياتي، وهي أنا منزل أشرطة من 4 سنوات وارجعوا على أشرطي، والله ما تغيرت ولا تبدلت في القول. دائما بقول الحديث اللي بناسب وبطابق وبوافق القرآن الكريم أنا بأخذ فيه، أما الحديث اللي بخالفه ما بأخذ فيه. أكثرية الأحاديث ما فيها مخالفة للقرآن الكريم، مش بحاجة أبحث عنها، زي الذكر والأخلاق الحميدي والرحمة، فهمت علي؟ مش بحاجة أدور عليها، هذا لأنه كلها بتطابق القرآن الكريم. بقول لك سبح بحمد ربك، الرسول بقول لك من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد مثله إلا من قال مثله أو زاد عليه. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت بذل الخير وهو على كل شيء قدير، 100 مرة لم يأتي أحد بخير منه إلا من قال مثله أو زاد عليه. احكي بعد دبر قل صلاة سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. كلها هاي تثبت إيش؟ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل الأمور الغيبيات من علوم آخر الزمان حق حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا المسيح الدجال، المهدي، نزول عيسى بن مريم، العلامات الكبرى، جيبوني كل العلامات هاي، حكى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة تطاول العرب العربان بالبنيان، تحتت. قال عن النساء الكاسيات العاليات، تحتت. الملاهي وشرب الخمور والمغاني وكثرة سفك الدماء والهرج وبتتفرق أمته على 73 شعب، كل هذا ننكره. طب من وين يجيب علمنا العاد؟
اللهم اني قد بلغت الله فاشهد. فاحد يجادلني بعد اليوم يقول لي صحيح البخاري صحيح مزور غير مزور، انت حر في رايك وانا حر في رايي، بس انا بحكي لاحباب الله تثبتوا بكتاب الله وسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم واقواله. سنه النبي هي تبيان للقران من قول او فعل او تقرير، تمسكوا فيها وعضوا عليها بالنواجذ، واي واحد بتخلى عنها هذا اسم قراني وهذا بكون عدو لله ورسوله. انا عارف بدكم تزعلوا مني، ازعلوا مني. قناتها اول ما تنزل شريط وابين انه هذا الكلام كله ايش زور بزور، وانه ما في لا بخاري ولا كذا، كله تزوير وما فيش مخطوطات. طب في مخطوطات في القران الكريم يا حبيبي، المخطوطات اللي موجوده على القران امتى؟ بعد القران 200-300 سنه. اذا ما في مخطط على القران، اذا القران كمان نفس الشغله منطبق عليه نفس القوانين اللي بتحكيها انت. هذول اللي بقول لك اللي في مصر بقولوا ما في مخطوطات من 150 سنه ما كان في بخاري، هم عايشين كمان 150 سنه. قديش اللي صارت جريمه حريقه وانحرقت بغداد، انحرقت كلياتها وكانت عاصمه الخلافه وانحرقوا فيها ملايين الكتب، وكذلك في الاندلس، وكذلك لما اجوا التتار في بلاد الشام. مظبوط الكلام ولا لا؟ اذا ممكن المخطوطات اللي مش موجوده هاي ممكن كانت موجوده وانحرقت، بس في ناس عندهم كتب خاصه. فهمت علي احباب الله؟ بس سبحان الله، الله حمى دينه، بيحمي دينه زي ما بيحمي كعبته. كعبته ما بتتزور، ما بقدر حدا يحملها. وين الناس اهل البلد اللي ساخنين؟ حملوا الكعبه وحجاره وحطوها في مكان اخر. بقول لك ثم دمر الاخرين وانكم لا تمرون عليها مصبحين وبالليل افلا تعقلون. هل هذا الكلام بخاطر اهل مكه؟ لا يا حبيبي، هذا بخاطرنا احنا. احنا بتعرفوا الكلام هذا الكلام مزبوط؟ بتعرفوا محل الكعبه يا حبيبي؟ قوم لوط مكانهم في البحر الميت في الغور في الاردن، اقرب مكان لهم الكرك. اذا لازم الكعبه تكون في الكرك يا حبيبي، عشان هم بمروا عليهم بالليل ومصبحين. انا ختمت جيش سنتين، بمر عليهم بالليل وبالصبح. بس اهل المدينه المنوره واهل مكه المكرمه ما بيمشوا عليهم بالليل وبالصبح. انتم فهمتوا الايه خطا. يعني وانكم تمرون عليهم مصبحين وبالليل. يعني واحد بمر من الكرك لما توصل عليهم توصل الصبح، تروح تمشي الصبح برضه بتوصل انت بتكون الظهر تقريبا انت وصلت له، ولما بدك ترجع توصل بالليل بالسيارات. اما بالمسير من مكه المكرمه اذا بخاطب بس اهل مكه واهل المدينه مستحيل يوصل من مكه للمدينه لهالمكان هذا. وهذا بدل على قولي المكه مكانها ما تغيرت حبيبي، والله لو تغير سنتي الى الارض كلها تهتز. مين بده يسقط من المؤمنين والمسلمين؟ دائما في ناس، دائما في حجاج، دائما في معتمرين. فهمت يا احباب الله؟ فاذا كل القول اللي تحكوه باطل. اللهم اني قد بلغت، اللهم فجد. اللهم اجعل الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.